وقفت. تعال تعال تكفى شوف وش هو جرابي، وتعال تعال 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 ناظر حالتي عقبي ما قفيت. تعال تعال تكفى شوف وش هو جرابي، أذرف دموع العين معها تناهد، وصفك بكف كف مما جرابي، أذرف دموع العين معها تناهد، وصفك بكف كف مما جرابي مما جرابي. وامسك يلي تسلى في شقاي وعذابي، حسبي عليك الله بي ويش سويت، شيبت راسي وانا توي شبابي، اهدري باسمك كل ما اصبحت وامسك يلي تسلى في شقاي وعذابي، حسبي عليك الله بي ويش سويت، شيبت راسي وانا توي شبابي، اذرف دموع العين معها تناهي، وصفك بكف كف مما جرابي، اذرف دموع العين معها تناهي، وصفك بكف كف مما جرابي. وصفك بكف كف مما جرابي، يذرف دموع العين معها تناهي، وصفك بكف كف مما جرابي مما جرابي. تعال عشتوا عشتوا كلامكم طيبين. انت طيب مبارك علينا وعليك يا رب. تبارك يا مرحبا ومسهلا ويعطيك العافيه وصحبوحك، حياكم الله يا مرحبا بكم ومسهلا ضيوفنا الكرام. يا مرحبا بكم وحياكم الله مشاهدينا ومستمعينا وحضورنا الجميل، يا مرحبا بكم ومسهلا في اول ليله من ليالي العيد باذن الله تعالى. راح تشوفونا معانا على قناه الريان مثل ما وعدناكم امس جمهورنا الكريم، حياكم الله وشرفتونا في ضيافه قناه الريان في مسرح عبد العزيز ناصر. عيدكم مبارك. علينا عليك تبارك يا مرحبا وسهلا. عيدكم مبارك مشاهدينا الكرام، وفي اول حلقات ليالي العيد نلتقي معاكم هذه الفرقه المميزه، فرقة إذاعة صوت الريان بقيادة المايسترو نايف جنيدي، نشكرهم على هذه الإبداعات. وأيضا بنكون معاكم اليوم مع ندباء قناة الريان. فيصل المهندي بيكون معانا بإذن الله من كتارا، بيكون معانا محمد الشهراني من مسرح قطر الوطني. نعم مشاهدينا الكرام، باذن الله راح تستمتعون معنا، ما عليكم الا انتم تتابعون، واللي عنده مجال يتفضل في ضيافه قناه الريان هنا على المسرح ويستمتع معنا بوجود هذه الفرقه المميزه وضيوفنا المميزين، بالاضافه الى لا تنسون اهم شيء فقره ابو هلال، فقره فارق الفوز والمسابقات القيمه والجائزه الكبرى، نشوف راح تكون من نصيب منه باذن الله تعالى. بالبدايه حمد نرحب بضيوفنا. اكيد طبعا. نعم نرحب بشاعرنا القدير، يا مرحبا وكم السلام، يا مرحبا ومسهلا حمد حسن نعيمي، حياك الله وشرفتنا ونورتنا بتواجدك معنا. حنا نسعد ونفداك، مرحبا بكم وسهلا. المطرب والفنان الكبير عيسى الكبيسي، ابو جاسم مساك الله بالخير والحمد لله على السلامه وخوش افتتاحيه، جزاك الله يسلمك طول عمرك. الله يبارك فيك. طيبين وانتم بخير وبصحه. ومبروك عليكم اليوم السعيد هذا. ان شاء الله الله يعيد علينا وعليكم ان شاء الله باليمن والبركات باذن الله. علينا عليك تبارك. على القطار وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله. امين. الله يعطيك العافيه. وبعد الدخله كانت حلوه بوجود بناتنا الصغار مريم ودانا. اي والله يعني شفتهم بالله اخذهم معاي. الله يعطيك العافيه. الله يبارك فيهم ان شاء الله. نرحب ايضا بشاعرنا الجميل والانيق ناصر الربيعي، مرحبا بكم وسهلا، حياك الله. الله يحييك ويطول عمرك، كل عام وانتم بخير. ومفروض الشكر يكون في النهايه، لكن احنا نسبق ونقول شكرا قناه الريان على الاستضافه. اشكر على وقتك. سعادتي اليوم سعادتين صراحه، سعادتي في وجودي معكم عامه، وسعاده خاصه بوجود استاذ قدير حمد محسن نعيمي اللي اعطى الساحه القطريه واثرى الساحه القطريه، وكان له جهد جبار في ابراز نجوم وشعراء خلال السنوات الماضيه، وايضا سعاده عظيمه في وجود ابو جاسم استاذنا وفناننا الجميل عيسى الكبيسي اللي له محبين على مستوى الوطن العربي ومستوى الخليج، واللي انا من محبينه وهو يعرف هذا الشيء يعني. شكرا لكم جميعا. لا شكر على واجب. الله يطول عمرك. المخرج والفنان، المخرج الكوميدي جاسم العلي. خلص الكلام الحلو ولا لا؟ ما خلانا شاعر بعد، انت مختار المكان. والله اساتذه يستاهلون. اكيد اكيد. الله يعطيكم الصحه والعافيه وعيد الله عليكم مبارك. وبعدين انت الاخراج هذا مو بتخليه، ليش رايح الاوبي و ليش؟ في الدام تدري. بعدين ربعنا، لان اشتغلت قبل بالوراثه صح؟ يعني اكيد يعني بس انا اعرف اغلب الموظفين اللي كانوا موجودين، فلازم نمر ونسلم عليهم يعني. لا بالعكس، الله يسلمك، نورتنا وشرفنا يا جاسم، وان شاء الله علوم كثيره بنتعرف عليها معاك باذن الله. يا مرحبا بكم وسهلا، نورتونا وشرفتونا، وشكرا لتلبيتكم دعوتنا هنا في الاستديو الطيب هذا ووجودكم الجميل. خلونا نستمتع معاكم بالحديث، ولكن ننتقل سوا الى كتارا. مشاهدينا الكرام نشوف شلون اجواء العيد في كتارا. مساكم الله بالخير، اعطنا علوم اللي عندك. مرحبا يا فيصل. يا هلا ومرحبا فيكم اخواني حمد الفياض واحمد الشمري، كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده وينعاد عليكم ان شاء الله، انتم كل كافه المسلمين في جميع انحاء العالم. نقول دائما عيدكم مبارك وعساكم من عواده. انا موجود اليوم في كتارا، الحي مؤسسه الحي الثقافي كتارا، بالضبط في المكان اللي تتوزع فيه عيديه كتارا. ما شاء الله هالمكان مليان بالعيديه، والعيديه عباره عن العاب توزع للاطفال، وما شاء الله المكان ممتلئ للاخر. خلونا نتعرف على مزيد من التفاصيل ونتعرف على كتارا ايش عندهم في عيد الاضحى مع اخوي الاخ سالم المري مدير اداره العلاقات العامه وارتصاد مؤسسه الحي الثقافي كتارا. نقول لك اول شيء كل عام وانت بخير وعيدك مبارك وعساك من عواده. كن طيب وبخير. يا مرحبا مسهلا اخوي فيصل، امسي عليك وعلى الاخوان الموجودين في الاستديو، وكل عام وانتم بخير وعيد الله عليكم مبارك. سالم شنو عندكم في عيد الاضحى؟ عندنا فعاليات وفقرات متنوعه خلال الاربع الايام الاولى من عيد الاضحى المبارك. تبدا العروض الفعاليات يوميا من الساعه 5 مساء وحتى الساعه 10 مساء، بالاضافه الى شاطئ كتارا اللي مفتوح من الصبح من الساعه 7 صباحا لين غروب الشمس، مجانا للعائلات فقط. كذلك منطقة مخصصة لألعاب الأطفال موجودة على الواجهة البحرية على كورنيش كتارا، تفتح يوميا من الساعة 5 مساء. كذلك عرض عسكري مقدم من معهد تدريب الشرطة يبدأ يوميا الساعة 8 مساء. أيضا في عيدية كتارا اللي احنا موجودين فيها الآن في نقطتين، نقطة ألف جنوبية ونقطة باء شمالية موجودة على كورنيش كتارا، توزع عيدية كتارا للأطفال. ونختتم فعالياتنا يوميا الساعة 10 مساء بعروض الألعاب النارية كذلك في عروض خاصة تبدأ من ثاني العيد إلى الرابع أيام العيد، خاصة بقبة الثريا الفلكية. عرضين، العرض الأول الساعة 5 مساء والعرض الثاني الساعة 7 مساء باللغة الإنجليزية واللغة العربية. لكن راح تكون إن شاء الله بداية من يوم الغد إن شاء الله. سالم، دام احنا موجودين في مكان عيدية العيد، العيدية اللي قاعد نشوفها أعزائي المشاهدين هذه كلها مجموعة من الألعاب تتوزع للأطفال. كم عدد العيدية اللي أنتم قاعد توزعونها؟ اللي راح تتوزع اليوم إن شاء الله 5000 عيدية، عبارة عن مثل ما تشوفون، اللي باللون الأبيض خاصة للبنات واللي باللون الأزرق خاصة للأولاد. طبعا هدايا متنوعة. أنا يمكن شفتهم، لكن أنا أبي أخلي إخواني المشاهدين يشوفونهم. هذه مخصصة للأولاد وهذه للبنات. خلينا نشوفهم. خاصة البيضة خاصة للبنات، هذه من ضمن نموذج من ضمن الهدايا اللي تقدم في عيدية كتارا. أما هذه العيدية مثل ما تشوفون خاصة للأولاد. كذلك راح يكون بشكل يومي في توزيع العيدية الساعة 9 مساء على الواجهة البحرية كتارا. نماذج متعددة، شفنا نموذجين لكن في العديد من النماذج المتعددة اللي راح تكون سواء للأولاد أو راح تكون للبنات إن شاء الله. شلون تشوف الإقبال كمنظم أنت في حي ثقافي كتارا؟ شلون تشوف إقبال الناس في هالعيد خصوصا على عيدية العيد؟ والله للأمانة الإقبال رائع، والإقبال ما شاء الله تبارك الله. الجو ساعد على هذا الإقبال، الجو اليوم طيب وجميع السبل اللي تخلي الشخص يوصل لكتارا الحمد لله متوفرة، من مرافق موجودة في الحي الثقافي، من مواقف سيارات، من تنظيم لمواقع الفعاليات. كذلك الأخوان في إدارة المرور الله يجزاهم خير مسهلي الحركة الدخول والخروج. أيضا محطة الريل بعد افتتاحها لاحظنا خلال عيد الفطر الماضي كيف كان حضور الأعداد الكبيرة، وفي نفس الوقت الحمد لله ما كان في ذاك الزحمة اللي كانت تصير في السنوات السابقة. جميع هذه العوامل ساعدت إلى حضور الجمهور بهذا الشكل الكبير دون أن يكون في عناء أو مشقة. سالم، قبل ما ننتقل حق إخوان حمد وأحمد، حمد الفياض، أحمد الشمري في مسرح عبد العزيز ناصر، ايش رأيك نوزع مجموعة من الهدايا على عيالنا لأنهم يستاهلون، ونساعد إخواننا المنظمين في توزيع الهدايا؟ كل عام وانتم بخير. هاي زرقاء. اوكي يلا. الاولاد الزرقاء صح؟ والبيض اللي هي حق البنات. يلا هاك، عيدك مبارك. عيدك مبارك. عيدك مبارك. لأن اخوان المشاهدين، اعزائي المشاهدين، احنا راح نستمر في توزيع الهدايا مع اخوي سالم المري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بمؤسسة الحي الثقافي كتارا. ونقول لكم ان كتارا على مدى 4 أيام عندهم مجموعة من العروض الفلكية في القبة السماوية الفلكية، وعندهم الألعاب النارية الساعة 10 في الليل، وعندهم الساعة 9 يوميا توزيع عيدية العيد اللي هي ما شاء الله الألعاب تكفي لكل الموجودين في مؤسسة الحي الثقافي كتارا. راح آخذ لكم مزيد من الفرحة والابتسامة وعيدية العيد إن شاء الله في نقلتي الجاية، لكن الحين أرجع حق إخواني حمد الفياض وأحمد الشمري، لأن ضيوف اليوم ما شاء الله ضيوف كل في مجاله وكلنا عنده إبداع جميل. وايضا ندعو ساده الجمهور اللي مشاهدينا اللي وده يحضر مسرح عبد العزيز ناصر ويشارك اخواننا المراسلين المذيعين واخواننا الضيوف. ايضا هناك مسابقات وجوائز وايضا فرحه والضحكه والابتسامه. مسرح عبد العزيز ناصر موجود في سوق واقف. الحين ارجع لاخواني احمد الشمري وحمد الفياض. استمتعوا يا شباب. يعطيك العافيه يا فيصل، وعيدك مبارك انت وضيفك الكريم. وطبعا هاي عوايدها كتارا بتقديم الهدايا واستضافه كل المقيمين والمواطنين في هذه المناسبات الطيبه، وعوده بالفعل الى مسرح عبد العزيز ناصر لهذه الفعاليات. وندعو الجميع لحضور المسرح ومناقشته او الفائزين عفوا في برنامج فالك الفوز. طبعا نتمنى من الجميع الوجود معنا والمسابقات، وابو هلال ان شاء الله بيكون موجود معنا. نعم، احنا مثل ما قال اخوي حمد ندعوكم مشاهدينا الكرام انكم تكونوا متواجدين معنا على اساس نستانس مع بعض ونستمتع في اجواء العيد هنا في ضيافه قناه الريان على مسرح الراحل عبد العزيز ناصر، ونرجع لضيوفنا المميزين في الاستديو. طبعا نبداها معك شاعرنا القدير ابو محسن. ابو محسن، نبي اجواء العيد، اجواء العيد دائما العالم تفضل انها ترسل قصايد طيبه اذا الشخص غالي على قلبك. نعم. نبي منك قصيده تهديها للناس اللي يبي يهدونها لحد. وهذا هي 4 ابيات بطاقه كتبتها قديمه، يعني بطاقه تهنئه. بطاقه تهنئه وجاوب عليها كثير من الشعراء في ذاك الوقت، نشرتها بالجريده. وانا الان اهديها على كل من يرقب، خاصه اللي له عزيز وغالي تاخر عليه. الأبيات أقول: عاد عيدك يا عزيز على بالي طرأ، يا قريب من خيالي ولكنك بعيد، الله انتظرت مواصلك ما حصل شو اللي جرى، تاه فكري واختفت فرحة العيد السعيد، جرحك الماضي نزف لا تظن انه برأ، طب غيرك لو حصل يا حياتي ما يفيد، هل ترى تستعد مسامع جريحك، هل ترى كلت أقدام المراسل ومل من البريد. الله يجيبه صح، الله يجزاك. هذه هديه لكل من له عزيز غالي تاخر عليه. طبعا الى ربع العيد، اما الحين هذه يمكن لا زالوا الحين موجوده، الامور طيبه، لا زال معايده ماشيه. صح الله يجزاك، صح الله يجزاك. محسن محسن ذكريات طبعا ما تختفي، وكان في بداياتك كان معاك مجموعه من الشعراء اللي اسستوا الساحه الشعريه في المنطقه، ومنها الادب والشعر والتراث وكثير منها الاسماء. طبعا عبد الله الغالي المري الله يرحمه، الله يرحمه، وناصر الدوسري وسالم بن عجاج. يعني شلون تذكرهم في هذه الايام الجميله؟ نطلب لهم الرحمه واموات المسلمين. صراحة يعني الحديث في هذا يطول على لأن فيه ضيوف كثير، لكن باختصار تحدثنا كثير عن هذا الموضوع. هو كان في برنامجين في إذاعة قطر، برنامج ركن البادية وبرنامج مجالس الشعراء. برنامج ركن البادية يقدمه الله يرحمه عبد الله الغالي المري، وبرنامج مجالس الشعراء يقدمه ناصر بن مهدي الدوسري ومع سالم بن عجاج ومع حامد بن علي بن مايق الاحبابي. مسيه بالخير ابو علي، من الشعراء البارزين المميزين المعروفين. بدا برنامج ركن الباديه في 25/6/1968، وانا ما كنت معهم. وكانت لي امنيه كنت استمع، وانا كنت اجمع بالاضافه الى كتاباتي البسيطه في ذلك التاريخ، كنت أجمع قصائد الشعراء وأسجل معاهم، خاصة الشعراء البارزين ما شاء الله، وأنسخها في كتب وعملت منها كذا ديوان يعني. فكنت أتمنى لو أقرأ الرسائل معاهم مع البرنامج في بداية البرنامج. وأنا يعني أنصح كل من له أمنية إذا كانت تطاق فلا ييأس، إذا كان في باله في فكرة شيء في مجاله ويطاق فيصبر وإن شاء الله سيناله. فكنت أتمنى وعزت نفسي وخجلي إني أروح أقول لهم يا جماعة بشارك معاكم، ما كنت أجيهم، مع أن حامد الأحبابي أنا وياه أصدقاء وجميع، ولا هو شارك ولا إني بتجري أقول يا أبو علي كلمهم لي. في يوم من الأيام وأنا في البيت الساعة 1 الظهر، هذا 71، الباب يدق، وانا ما بعد شفت عبد الله الغالي، اسمعه بالصوت في ركن البادي. فتحت الباب، وحين كانت مجالسنا صغار وفيها النجر وفيها الدلال وفيها القهوه مثل الحين يعني زمزميات. ظهرت سلم علي، هو حبوب الله يرحمه يعني مرح، كانه يعرفك من تفضل. قال والله ما انا اشرب عندك فنجان لا تشارك معنا في برنامج ركن الباديه. اقول بيني وبين نفسي جابك الله، هذه الامنيه اللي كنت اتمناها. فاذكر يعني اني ركبت معهم في السياره بعد ما حاولت، قالوا ما احنا متقاولين الا بعد ما نجي، وشاركت معهم في برنامج ركن الباديه. بعد شهر اصبحت انا ويا عبد الله الغالي زملاء في البرنامج. يا سلام ما شاء الله. فإذا حتى اعتذر عبد الله الغالي في الثمانين وتوليت برنامج ركن البادية ووسعت البرنامج عدة برامج حوالي 30 برنامج مختلف في الإذاعة والتلفزيون. هذه بداياتنا. الله يرحم عبد الله الغالي يعني له دائما كل ما ذكرتها في برامجي قال يا أبو محسن لا تذكر، قلت لا واجب، هذا جميل لا يمكن أنساه. كذلك الرجل هذا ناصر تخاويت أنا وياه إلى عمان. صحيح. ايه صادق عز الله بيض الله وجهه وياه الله يطول عمره. باعت الشنطه ما شاء الله. والله يا ابو محسن اني ناسيها. اي والله شنطتي ضاعت من الطياره ما جات. اي نعم. وقال لي ترى انا مستعد بشارك انا وياك في اللي يا سلام ملابسنا واحده. الملابس اللي تبيها واحده. يلا الله وجهك يا ناصر مثابه الاب انت يا ابو محسن. ما عليك زود الله يطول عمرك. يعز الله يعني تستاهل وعلى القوه. احنا نفتخر امانه جعل عمرك طويل ابو محسن بوجود ناس نعتبرهم احنا مرجع في الشعر ومرجع حتى في الاعلام وفي التقديم الاعلامي. احنا يعني انا واحد من الناس اذكر قبل 10 ولا 15 سنه كنت استمتع الى قاعد قدام التلفزيون وسمعتك تروي القصص اللي تصحبها قصيده. كنت استمتع امانه واحفظ احاول احفظ منك احاول احفظ لك ما شاء الله تبارك الرحمن عليك. بمجال البرامج البركه فيكم انتم الشباب الصاعدين ونتمنى لكم التوفيق في الشعر. شعراء كثيرين في قطر والله الحمد منهم الاخ ناصر اثبت وجوده قصائده الراقيه شهاده من هذه ابو محسن. وعيسى بعد كذلك يعني من الفنانين اللي نفتخر فيهم ونعتمد عليهم. ويسعدني ان غنى لي اغنيتين بعد كذلك وهو من الفنانين اللي نسعد بوجودهم يعني. من الشعراء اللي فعلا يتمنى الواحد يغني لهم. وتاريخك حافل ما شاء الله يا ابو محسن. لكن ما احيانا تعرف يعني الظروف يعني احنا اشتغلنا يمكن في اعمال وطنيه. اي وطنيه. لكن نبيل عاطفي هذا اذا تبي الابيات الاربعه العيديه حطها في العيد ان شاء الله. يا سلام انا حاضر اللي تبيها انت واللي حاضرين. جعل اعماركم ما جينا هنا نلبي طلبكم. ابرك الساعه واحنا زملاء سعيدين بتواجدكم عز الله. ويسعدني اني انا منضم لهذه قناه الريان. مكانك شرف ومحلك مستشار اعلامي فيها وافخر بذلك. جزاك الله خير. ولا يكونون الربع برنامج بحور القوافي او بحور وقوافي. بحور القوافي. بحور القوافي 10 سنوات خذها على الهواء. من اعظم البرامج اللي قدمتها امانه يعني. كان ودي اني اجريت معك لقاء لكن ما ظهرت الا في اواخر البرنامج. ان شاء الله كان عندنا حلم ان نطلع معك بس انا تاخرت بالظهور لاني كتبت شعر متاخر يعني. ما تعرف معك الا قد البرنامج منتهي ولكن ان شاء الله انت اثبت وجودك. الله يطول عمرك. دامنا موجود ان شاء الله الله ولك الحمد باذن الله تعالى راح تكون في هناك اعمال وهذه بداية خير إن شاء الله. بداية تعاون إن شاء الله. احنا الحين في بداية الحلقة مشاهدينا طبعا أنتم قاعدين تنتظرون الجوائز والمسابقات مع أبو هلال وخلونا نروح لأبو هلال في سوق واقف ونشوف شو علومه وعلوم المسابقات معاه وعنده مفاجآت بيقول لنا إياها إن شاء الله. أوكي مشاهدينا الكرام حياكم الله وكل عام وانتم بخير وعساكم من عواده. مثل ما انتم شايفين احنا متواجدين الان في سوق واقف والعيد عليكم مبروك. كما يسرني وانتهز هذه الفرصه لتهنئه القياده الرشيده متمثله بحضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني وسمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه الثاني وكافه الشعب القطري الاصيل والمقيمين على هذه الارض الطيبه. واهني زملائي في الاستديو والضيوف الكرام والمنتشرين عبر شاشات قنوات الريان بكل أنحاء قطر الحبيبة. احنا جوائزنا قيمة وحنبدأ اليوم مثل ما انتم شايفين. يا بوي يا بوي ايوه احنا موجودين وفالكم الفوز. نبدأ بأول سؤال مع أول متسابق. تفضلوا تفضلوا يلا اعطونا مجال يلا يهوب يلا على طول اهرب. يلا نشوف أول متسابق. أول متسابق معي تفضل. احنا شفتوا الأجواء مشاهدينا الكرام متواجدين في سوق واقف. مرحبا يلا يلا يلا. من هو اللي بنشوف؟ من هو اللي فعل الفوز معانا؟ من هو؟ يلا 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 وسع وسع، ما في الا انت، هو انت مش انت. مرحبا يعطيك العافيه. مرحبا بحضرتك ان شاء الله. كل عام وانت بخير. بالصحة والسلامة. تقبل الله منك. صوتك تلعلعه على الكاميرا عشان المشاهدين يشوفونك. كل عام وانتم طيبين، واهل قطر والمقيم فيها قيادة وشعبا وحكومة. حبيبي. ربنا انت جاهز السؤال؟ من وش الشيء، وش الشيء، اسمعني، وش الشيء اللي تلقاه في الدقيقة والثانية ولا تلقاه في الساعة؟ تفضل. إجابة على طول؟ إجابة على طول؟ الشيء اللي أيوه، الشيء، وش الشيء اللي تلقاه في الدقيقة والثانية ولا تلقاه في الساعة؟ أنت ما معكش ساعة ولا إيه؟ لا معي موبايل. الساعة كم؟ معي موبايل. حبيبي يلا نشوف متسابق ثاني. تفضل. حرف الياء. حرف الياء؟ حرف الياء. إيه؟ حرف الياء، حرف الياء. مشاهدينا أنت صح، عطل جائزة، أنت صح، شجعوه. مرحبا ومسهلا، أنت فزت معانا بجائزة مقدمة. هنشوف بس، زهرة ألوان الخليج، مركز بلانت الطبي، مركز تداوي، يعني حيدووك. طيب، غدا فندق بالريان، حماية، أنت عندك حماية ولا إيه؟ حماية من نادي، شجعوه تستاهل، هذه جائزتك مقدمة، مبروك عليك، مبروك عليك. نشوف متسابق ثاني، بس وسعوا لي، وسعوا لي يا ابوي. مرحبا يعطيك العافيه. الله يسلمك ويعافيك اخوي. كيف حالك شيخ؟ بخير جعلك الطيب. يعطيك العافيه، كل عام وانت بخير وانت بالصحه والسلامه. ايش رايك بالاجواء؟ شوف الاجواء بسوق واقف، ايش رايك؟ خلني اجي هنا على الصيد اصير جنبك. ايوه، ايش رايك؟ ما شاء الله انت اطول مني بعد. حبيبي يعطيك العافيه. السؤال يقول من هو اللي يكتب وما من هو، انا ضيعت صدق، من هو اللي يكتب وما يقرأ، من هو اللي يكتب وما يقرأ؟ قلم. ها؟ القلم. أنت معك قلم؟ قلم. إيش دراك؟ قلم رصاص ولا حبر؟ أنت صح، يستاهل، ما شاء الله عليهم شادين حيلهم من أول في برنامج ليالي العيد. يا ليالي يا ليالي خبريهم من قلبي ما نسيهم، عطني جائزة يستاهل. زهرة ألوان الخليج مقدمة، عشب فندق سوق الوكرة شخصين، الثالث اللي يجيبه ياخذ تكاوي. مركز بلانت الطبي، مركز تداوي، النهدي، حماية السيارات. يلا سوي تقييم وسوي لك عن الدعمة ليدعمونك، أوكي؟ صفقوا له. يلا نشوف. أوكي، الحين مشاهدين الكرام نرجع عند زملائي اللي مبدعين بالاستديو، ننتقل عندكم يا حمد وأحمد الشمري، وخلي ناصر الربيعي يسمعني أحلى قصيدة عندك. يعطيك الف عافيه ابو هلال، شكرا لك وما قصرت، والله يعطيك العافيه على روحك الطيبه الجميله مع الناس، وباذن الله تعالى الكل فايز ابو هلال، سهل على الناس وخذ كل الناس اللي عندك، خلهم كلهم يفوزون ان شاء الله. عاد الله يعين الكاميرا مان صراحه، الله يعينهم. ناصر حضر نفسك لا تزعل ابو هلال، هو طالب طلبيه خاصه. جاسم على ما يحضر ناصر قصيده. انت اول ما جيت هنا مثل ما قال حمد على طول خذيت فرع عند لوبي بار، خذيت فرع عند تحضيرات لقناة الريان وخلف الكواليس. ليش عندك؟ اشتغلت انا قبل لا تطلع قناة الريان، عرفت اغلب الناس اللي موجوده، يا اخي نمر وسلم عليهم. اكيد اي اكيد نعايد عليهم. بس يعني معروف جاسم العلي على مستوى الخليج يعني لان كنت دائما عندي معارف في دول الخليج، يعني اروح لهم واجيهم واحضر زال علاقات طيبه انا كذي، فانعرفت يعني من لا ومعروف كمخرج كوميدي يعني، وخاصه في الستاند اب كوميدي في شغلات سوت شبه ازمه في بعض الاماكن، فهي اللي خلتني شويه انعرف. لا بس جاسم يعني شوف لا تجمل الامور، انت في عدد كبير من الستاند اب كوميدي يجون قطر عشان خاطر جاسم. لا مو لان انا نظمت اصلا اكثر من ستاند اب كوميدي. حلو. انا كنت انظم حتى بعد في الدوحه اكثر من ستاند اب كوميدي، فعلاقتي معاهم يعني قويه. يعني هذا المجال ليش ما شفنا فيه شباب قطريين غير جاسم العلي؟ لان صعب انك انت تجمع لك 200 كرسي او 300 كرسي بسهوله يعني، خاصه حق الستاند اب كوميدي كالقاء كطريقه يعني. ما اقدر اتكلم ستاند اب كوميدي، انا مش ستاند اب كوميدي عشان اقدر اقول لك شنو مشاكلهم. صحيح، بس انت كنت مخرج لهذا نوع من لا مونولوج، يعني مونولوج غير ستاند اب كوميدي، ستاند اب كوميدي على الستيج وشيء ثاني، المونولوج اللي على اليوتيوب شغله ثانيه. طب نتكلم عن المونولوج او نتكلم عن البرامج اليوتيوبيه. يعني انا سويت لي كلمه راس ووقفت، وصار لي فتره طويله حاليا اسست لي شركه مع حمد العماري ومسي عليه. اظن عنده بعد شيء من الفعاليات، ستاند اب كوميدي، عنده ستاند اب كوميدي قريب ان شاء الله يوم الخميس. فان شاء الله ناوي اطلع معاه ان شاء الله في برنامج، في كذا برنامج يعني قاعد شغالين عليه في شريط استديو، وان شاء الله قريب. بس ترى جاسم انت امانه يعني كلمه راس خذ صدى جدا جميل وممتاز في الدوحه، وانتشرت المقاطع بشكل جميل شوي، بشكل حلو صراحه. كانت البدايه كبروا والعيال صارت مشاكلهم وايد، ما عندك وقت حق شيء. لا بس جد جاسم يعني كلمه راس فتحت باب لجيل جديد من البرامج اليوتيوبيه في قطر. لا يعني ذيك الفتره ما كان في برامج كثيره يوتيوبيه، كنا نشوف في دول الخليج. لا بس جرأت الشباب يعني ما شاء الله قاعد نشوف الان اكثر من برنامج على اليوتيوب، برامج كوميديه شبيهه لبرنامج كلمه راس. انت من بعد هذا البرنامج الناس بدات تتجرأ، الشباب القطريين المبدعين بداوا يتجرؤون على هالشيء. الشباب ترى يقدرون يسوون يعني انت تقدر تسوي لك برنامج بتلفون، اهم شيء عندك انت المحتوى، طريقه التصوير، في اساسيات تقدر تسوي لك اي برنامج. بس ما في ذيك التجربه القويه حتى للحين يعني. انا والله انا صراحه ابغى اشوف يعني اذا في واحد مثلا حاب يكتب، يعرف يكتب، او مثلا يعرف يصور ولا يعرف يقدم لكن ما عنده مونتاج. انا اساس اللي فتحنا فيها الشركه انا مع حمد انه حتى لو مثلا انت عندك برنامج تعال لنا، عندنا احنا استديو، عندنا معدات، خلينا نقعد مع بعض. اذا كان عندك السكيلز او المهارات اي بالضبط يعني ليش لا نساعد بعض يعني. اذا انت مثلا والله محتاج لك مكان استديو تبي تصور، تعال عندي المكان، تبغي معدات موجوده المعدات، تبغي مونتاج عندي المونتاج. فليش لا خلينا نقعد ان شاء الله ونشتغل حتى الافكار بعد. اي اكيد انت اهم شيء انت عندك الكتابه يعني قبل تشغل كاميرا، مو بس تعرف شغل كاميرا وخلص، في شغل كامل كبير لازم تقعد تدور وتبحث. المواضيع مو بسهله خاصه العالم. اي الكتابه صعب انك تحصل لك تيم قوي ويقدر يستمر معاك. في مثلا شوات كبيره يشتغلون عليها 30 40 واحد عشان يقدر يلم الموضوع كامل، خاصة في السوشيال ميديا. إذا كانت الحلقات مثلا أسبوعية أو شيء فيبغي لها بحث كبير. ننتظر برنامج قريب يعطيك إن شاء الله. إي لا هو قاعد يجهز استغل هالعلاقات هذه. شلون؟ استغل على العلاقات هذه حتى لو تكون برنامج مشترك. نبي برنامج قوي، نبي نستعمل إن شاء الله بإذن الله. إذا استعملنا بعد ما نقول لا أبرك عزاء. الله يقويك ناصر بهلال، شفكنا من بهلال اليوم وطلب خاص. انتم ترى يدخل على الاستديو الحين ابو محسن يعني اليوم محاصر. لا ان شاء الله نقدم لكم كل شيء زين. بس ابو محسن جاب بطاقه تهنئه، انا بجيب بطاقه عتب يعني الله نعكس الوضع. فيقول تبي الصراحه، توقعتك تعايدني الله، ما كنت متخيل ان العيد ما جابك، كنت احسب انك ولهت وحيل فاقدني، ما كنت متخيل اني ارخص احبابك، ما جابك الشوق يوم انك تواعدني، وشلون تبغيني اوقف على بابك، طعني قبل قسوه الاقدار تبعدني، لا تصغر بعين من كان يتهقوابك، انا بحاجه تجي جنبي وتسعدني، ماني بحاجه تسمعني من عتابك، يجيبك الشوق لعيوني وتسعدني ابرك، ولا تجيبك الحاجه من غيابك. الله صح الله عليك، صح الله لسانك يا ناصر، صح الله لسانك. تجيبك الشوق تعيوني وتسعدني. اذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعد لكم ان شاء الله بعلوم جديده مع ضيوفنا المميزين، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أغنية عيدي يا دارنا هذه إهداء من الفنان المبدع علي عبد الستار وبكلمات الشاعر المبدع الشاعر الكبير حمد بن محسن عيمي. أبو محسن بيض الله وجهك على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذا الإهداء لقناة الريان ومن إنتاج قناة الريان وهذا الإهداء اللي في العيد المميز. لو تكلمنا عن هذه الأغنية. الأغنية هذه الله يسلمك هي أصلا الناس يظنون هي إن شاء الله اليوم مناسب وعيد. نعم. هي عن كل أعياد قطر سواء كان عيد أعياد الأضحى أو الفطر أو الأعياد اللي إحنا نعتبره يوم عيد الأفراح يعني. هذه القصيدة لها مناسبة بعد تحرير دولة الكويت جانا أنا ويا حامد الأحبابي أمر أن إحنا نكتب قصائد ونسلمها لعلي عبد الستار يغنيها. جميل. فكتبنا قصيدتين، حامد كتب قصيدة مجالها صغير يعني بحرها قصير. أنا كتبتها عرضة. السلام. العرضة علي غنى كلمات حامد وأنا كلماتي تردد فيها. فكتبت له الأغنية هذه عيدي يا دارنا عيد فخرا واحترام ما نخيب جارنا لا نخانا ما يضام من قديم أخبارنا تعجبك ابن الكرام إلى ترد في. فكتبت الأغنية الثانية عرضة حطيتها المريخات يشلونها. المريخات أنا خوالي وإخواني حطيتهم إياهم حطيتهم يشلونها في العرضة. ومرة الأمير الوالد الله يعطيه الصحة آمين ونهني الشيخ تميم في هذا المناسبة ومر عليهم وسمعهم يشلون الشلة. يا سلام. وحريص أبو مشعل حريص في كل شيء. صحيح. نعم. خدمة صحيح. الوطن في كل شيء في قال الفهد بن صقر يا فهد من كاتب الأغنية القصيدة هذه الشلة؟ قال له كاتبها حمد بن محسن نعيمي. قال قولوا لحمد بن محسن نعيمي يعطيها ناصر صالح يغنيها. فكلموني كلمت ناصر صالح وشلها هي موجودة رمز العروبة اسمها. فعلي عبد الستار غنى هذي وناصر صالح غنى الثانية. نبي لو كم بيت من العرضة اللي على عبد الستار تردد فيها. العرضة افتخر يا ساس رمز العروبة في قطر يا عزيز عز داره وعلى شانها عاش من قاد المسيرة وعاش اللي حضر والشجاع اللي رمى الروح في ميدانها يوم دقت ساعة الحرب والموت الحمر انتخوا نصر العروبة على عدوانها جارنا نفديه لا من نخانا بالعمر لا رعى الله دولة ما حمد جيرانها يشهد الخفجي لنا والوسائل والقمر سجل التاريخ صفحات من سيسانها من فعايل نخبة ما تهاب من الخطر أكدوا بداية النصر والله عانها وعاش من نار الوسام للزخرف بالنصر وعاش من عز العروبة وعلى شانها فيها أكثر من بيت مثل. يا سلام يا سلام. هذه غناها ناصر صالح. يا سلام يا سلام. والثانية غناها علي عبد الستار تسمعون. بس يقولون إن احنا إن شاء الله بيكون على اتصال مع الفنان الكبير علي عبد الستار. بس يجهز الاتصال إن شاء الله بنتواصل معه. بس يقولون إن إنتاج الأغنية صار في وقت قياسي. هل أنت كنت تتابع الإنتاج كان يرسلون لك إياه الإنتاج الأغنية نفسها؟ شوف أنا حاضر معاهم حاضر مع الفنان حتى مع أخوي عيسى يوم غنى قصيدة عن الشيخ تميم أنا حاضر وياه يعني أنا حريص إني حاضر وبعدين هم فنانين حريصين إنك تحضر على أساس ما يكون في شيء من الكلمات. نعم. تعرف النبطي له طريقته الخاصة يعني أنت لما تقول مع ومع يعني يختلف في الوزن يختلف وفي. نعم. فحضر فيها بالنسبة كلهم والذكرى افتخر يا رمز العروبة هذه قالوا لي شلها شليتها لهم وهم قالوا ألحان حمد محسن نعيمي. أنا ماني ملحن لكن الشعر النبطي كله ملحن والشاعر يلحن القصيدة ولو ما يلحنها ما تمشي يعني القصيدة لو يختلف فيها حرف وانت مغنيها ملحنات شو البيت ما شلها بينك وبين الناس. شلها بينك وبين الناس. صحيح. ترى الشعر النبطي كله ملحن اصلا. جميل. طيب نشوفها مشاهدينا نشوف اغنيه الفنان علي عبد الستار وكلمات الشاعر حمد بن محسن نعيمي. الكرام من قديم أخبارنا، ما نخيب جارنا، ما نخيب جارنا، لا نخانه ما يضام، ما نخيب جارنا. حيي يا دارنا، حيي يا دارنا، يا جار بين الأنام، زادنا وقارنا. عيدي يا دارنا، عيدي يا دارنا، عيد فخر واحترام. عيدي يا دارنا، يا لا ويا لا، يا لا يا لا يا لا يا لا. بالفعل يعطيه العافية الفنان الكبير علي عبد الستار على تصوير هذه الأغنية. يمكن وإحنا نشوف الأغنية مع أبو محسن يقول لنا أنه أول مرة تعرض أو تصور كفيديو كليب. هي أول مرة تصور الآن يعني. أنا قدمتها في برنامج نوادر شعبية، حطيت عليها مناظر من الوطن. لكن علي جددها وجدد المناظر يعني، وهو موجود فيها يعني. يا سلام. فهي ضفته طيبه واشكرها على هذا. يعطيه العافيه. نحيي قناه الريان، نحيي انفسنا كذلك. الحمد لله هذه قناتكم ما يحتاج كلنا واحد رجال عمرك طويل. طبعا هذه مثل ما ذكر اخوي حامد البدايه اغنيه عيدي يا دارنا، انتاج قناه الريان ومهداه ايضا لقناة الريان وللشعب القطري والمقيمين على أرض هذا الوطن بمناسبة العيد، وتستخدم في الأعياد كلها بإذن الله تعالى. عيد يا دارنا كلمات شاعر حمد بن محسن، وأيضا غناء الفنان القدير علي عبد الستار. وبإذن الله تعالى أعمال قادمة نشوفها إن شاء الله مع شاعرنا القدير والفنانين والشعراء اللي موجودين معنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. صحيح. أبو جاسم، سلم عليك مطر بن علم الكواري، صديق الدرب. نعم ودائما تصير معاكم مواقف طريفه في السفر، انتم دائما في السفر مع بعض. والله ما يحتاج ابو علي كلها مواقف اصلا. زين، في دقيقه واحده ما تمر عليك ما في موقف. عاد في موقف لا انت ولا هو تكلمتوا عنه. شوف كل مواقف تدخلك السجن. هذا هو الموقف اللي صار. مخالفه والله العظيم ما تطرح. ما صدق هذا الموقف صار وراه سجن. لا اي تحمل. سالفه مصر، خوشتكم في مصر انت وهو بدون سبب. ايوه طلعت العلوم. اذكر سنه من السنين كنا رايحين نسجل، عندنا اوبريت او اعمال كذا وطنيه. تخبرت استديوهات مصر ندش ننسى نفسنا يعني. صحيح. يعني من حب الشغل وكذا يمكن نبتدي من العصر ما نطلع الا الفجر ثاني يوم. والله ذاك اليوم كنا نشتغل ونسجل ما طلعنا الا الساعه 6 الصبح. اي 6 الصبح طلعنا نتهاوشين انا وياه. يعني انا عمري ما يعني ابو علي يعني حبيبي. اقول له انا ابو جاسم شلون تهاوشنا ما ادري. هاي شلون ادري تودينا في داهيه. انا ادري. بس شلون حلتوها؟ الفندق احنا كلها اقول لك هواش احنا في السياره. حلو. يوم وصلنا الفندق نزلنا، اول ما دخلنا الفندق في اللوبي للحين ما وصلنا، قال لهم شاهدني وانا مشاهده. هلا ويضحك وانا اضحك. ايش فيك ابو علي؟ كانت حسيت لا ايش فينا احنا؟ خبرة السداد مصر ما شاء الله، يعني الناس تدخن وتعيش حياته، يعني تعرف الجو هاي يعني كتمه، وواحد تاثر من اتمنى يعني تمنى تدش السجن. ارتحت الحين والله غصب عنا يعني يا جماعه. الله يعطيكم العافيه، المواقف الطريفه هذه هي اللي تحل السفر دائما. اي والله، والمواقف هذه اللي ما تطري على البال على قولتك. ابو علي يعجبك، لازم ابو علي يسوي لك قنبله في المكان. انت حتى لو تقعد معاه بس تسولف وياه يعني تستاهل، تحس بالبهجه والسعاده. ريال ابيض وقلبه اللي في قلبه على لسانه. مسي على بالخير، نسال الله يحفظكم. ملحن مميز وتو واصل بالسلامه، ونعيد عليه يعطيه العافيه. يستاهل طبعا. مشاهدينا الكرام، احنا قلنا لكم ان احنا باذن الله تعالى عندنا المسابقات، فالكم الفوز. يمكن شفنا لمحه بسيطه مع ابو هلال في سوق واقف، لكن الجائزه الكبرى مشاهدينا الكرام موجوده معنا هنا في الاستديو، اللي راح ان شاء الله راح تكون بعد مع ابو هلال. خلونا نتعرف مع جائزتنا الكبرى، خلينا نشوف وين اللي بيقدمنا الجائزه ان شاء الله، علشان نتحمس. هذا الجائزه الحين بتوصلنا مع احد عيالنا، عسى ربي يحفظهم يا رب. حياك، الحين توصل الجائزه مشاهدينا الكرام، الجائزه قيمه جدا لازم تفوزون فيها. طبعا هذه جائزتنا القيمة مشاهدينا الكرام، هذا سيف قيم جدا. سيف طبعا قيمته ايضا قيمة جدا، قيمته فوق ال 5000 ريال. سيف هذا السيف محسن يمكن رمز من رموزنا، هذا اللي نفخر فيه. ما في شك. نعم، والسيف منقى نقوة لكم مشاهدينا الكرام، سيف منقى نقوة العرضة ورزينة المجلس، وباذن الله تعالى نشوف من نصيب منه هذا السيف باذن الله. نسال الله التوفيق لهم. يقولون عندك شعر. اي عندي شعر. اسلم اسلم. اقول: اثر البيوت انوارها سكانها، ما هي بزخرفها ولا بنيانها، بيوت مرفوعة وترفع منزبا، يا سعد عين اللي زبن بركانها، وبيوت لجتها الخلايق تنكسر، لو كان من صاف الذهب عمدانها، وبيوت لجتها الخلايق ترتفع، لو كان ما تلقى عشا ضيفانها، يلا عسى الطيب يجي دايم قوي، ولا تالي كرام العرب رديانها، لأن الكريم اللي يقوها ربعه قووا، وأهل الردى تكبر ويصغر شانها، الوقت علمني وأنا توي ولد أن الرجال أفعالها بإيمانها، لا يغرك اللي بالدواوين يهذر ناس فعايلها بطول لسانها، والحسد لا من طب الإنسان دمره، يلا تفك النفس من عدوانها، فلان به وفلان لو إني منه، وفلان يركبها بدون عنانها، ونقيل لك سفهين الأريا سولفوا طب نفوس الخايبة حقرانها، يلا عساني لا كسبت أكسب وفي النفس قيمتها على خلانها، ويلا عساني لا خسرت أخسر ردي بعض الوجيه الربح في خسرانها، بعض الوجيه الربح في خسرانها. وسلامتكم. السلام، صح الله لسانك، صح الله لسانك. حياك 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 راشد. حياك يا راشد. راشد يا مرحبا، ما شاء الله تبارك الرحمن، صح الله لسانك، صح لسانك يا راشد. تعال تعال اقول لك خل حياك حياك جنبنا، حياك جنبنا راشد. ايه والله صدمتنا ما شاء الله تبارك الله. الله يخليك. فرحتنا فرحتنا وسعدتنا. شعارنا نبي رايكم. لا لا راقي القزم. من كلمات من؟ هذه كلمات شاعر بس الاسم مو بمتوفر عندي. يا سلام، حافظها انت، حافظ ما شاء الله. لا والله قصيده طيبه راقيه. راشد هديه كمان يعني والقاطع مميز وجوده مع السيف صراحه عطى رونقه ما شاء الله عليها. السيف طبعا شركه قطريه شركه ناصر، هذا السيف الطيب. ناصر لبيه، نبي تعليق ما شاء الله. انا امانه الالقاء واختيار القصيده ما شاء الله تبارك الله، يعني مثل ما تفضل ابو محسن افرحنا، يعني افرحنا واسعدنا بهالالقاء. والله انا فرحان اني انا معاكم اليوم في قناه الريان. الله يطول عمرك، ونقول كل عام وانتم بخير. لا لكم طبعا ولا الشيخ تميم الله يحفظه ويرعاه، وشعب قطر واهلها الطيب، والله يخليكم يحفظكم كلكم. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. طبعا احنا بس ناصر احنا نشوف الان مباشره العاب ناريه من كتارا تشوفونها الان معانا. اسلم ناصر، كم خذيت يوم لين حفظت القصيده؟ لا انا احفظه بسرعه، نص ساعه اكون حافظ. لا ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. حافظ غيرها؟ اي حافظ غيرها. ايش عندك غيرها؟ سمعنا. اقول قل للنفوس اللي تربت على القاع، قل للنفوس اللي تربت على القاع، حنا على رؤوس النوايف ربينا. نعم. ونفوسنا من عزها ما هي جياع، وبغير فعل الطائله ما رضينا، اللي اشترينا نشتري طيب الاطباع، وعلى كثر ما نشتري ما اكتفينا، ونصال الخملات شاري وبياع، شمنا على السومه بطر واغتنينا. ونصال الخملات شاري وبياع، شمنا على السومه بطر واغتنينا، واللي ابتلينا فيها واجيس واوجاع، نضحك بوجه ايامنا ما شكينا، واللي حكينا نمتلك كنز الاسماع، واللي فعلنا نفعل اللي حكينا، واللي غلطنا بحق الاجواد بالساع، عن حقهم في عذرنا ما استحينا، عاصين للعاصي وطوع عن المنطاع، هذه الحقوق اللي عليها ضرينا، وظل قدرنا لا الافزاع في الزاع، وان عطينا كننا ما عطينا، ونقول له سوينا طيب وبحد ضاع، يجعلها صدقة لنا مو علينا، يجعلها صدقة لنا مو علينا. سلام. يا سلام يا سلام. انت مفاجأة الحلقة اليوم والله. هذا الشعر اللي يجب ان يقدم، والله يا ناصر احنا هذا النوع الشعر اللي يجب ان يقدم للعالم صراحة. صدقت. سلام والله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. خارج حروفه، إلقاءه، حفظه، حتى تفاعله مع النص يوم يقوله. كلكم على راسي ما شاء الله عليك. الله يحفظك. الله يجزاك العافيه ما شاء الله تبارك الرحمن. قاعد يقول المعاني ويعنيها، قاعد يقول الكلمات وقاعد يعرف معاني الكلمات اللي قاعد يقولها، قاعد يقولها من خاطره، قاعد يقولها بكل عزه. نعم احسنت احسنت. الله يبارك فيك ان شاء الله ويوفق لك ان شاء الله. نبي منك اي طلب تبيه انا حاضر. نبي منك تشد حيلك، ونبي منك تستمر، ونبي منك تكتب انت. إن شاء الله. لازم انت تكتب. مو كلها شعر، دراسه. اي في عندي اكتب انا. كاتب شيء؟ اي كاتب شيء. يلا نبي نسمع شيء انت كاتبه. اقول من عقبكم ما نبكي الحي لو مات، من عقبكم ما نبكي الحي لو مات، ولاني على الدنيا كثير الحسوفي، ويا كثر ما جرى في القلب والنات على افراق معطرين الكفوفي، ولاني كثير الهرج وصوتي يجر هزات، والعين تدمع وغيركم ما تشوفي، واطلب من الله العظيم رحمات على روح غابت والملائكة تطوفي، واطلب من الحاضرين الفاتحة وبعض الآيات، ترى الدنيا تضيق والوقت ما به وقوفي. وسلامتكم. صح الله لسانك، صح الله لسانك، صح الله لسانك. أهم شيء مثل ما قالوا الربع معك شعار الواحد يطمح بإذن الله أنه يوصل ما يصير الربع دول إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. شاعر حمد بن محسن ناصر وبيت، يعني فعلا شعار الواحد يفخر فيهم. وان شاء الله يا رب احنا نفخر بوجودك معنا في الاستديو، نفخر باللقاء الطيب هذا، واختيارك للقصائد المعبره اللي فيها عزه، عزه الرجال وعزه قبيله الرجال وعزه النفس. فامانه احنا نفخر بوجود ناس مثلك. نسال الله التوفيق لك. افتخر بعد اني معكم واليوم استضفتونا يعني في قناه الريان. الله يخليكم اليوم. الله يخليكم. كانك ومحلك. الله وجهك. عسى ربي يحفظك يا رب. عسى ربي يحفظك. مشكور على جيتك وجيبه السيف معك. الله يعطيك العافيه وما قصرت، ونشوفك باذن الله تعالى. وهذا لازم احنا نسوي معه خطه بعدين. اي الناس اللي مثل هذه لازم الواحد ما يغلط فيها. يعز الله يعز الله. هذا مكسب هذا مكسب. الله يعطيك العافيه وما قصرت، وكل عام وانت طيب. ما قصرت. الله يعطيك العافيه ما قصرت ما قصرت. يا مرحبا بك. الله يحفظك الله يحفظك. يا مرحبا الله يحفظك حبيبي. يلا الله يحفظك. مع السلامه. الله يسلمك. هلا اذكروا الله يا جماعه على الولد ما شاء الله تبارك الله. لا اله الا الله. اذكروا الله يا شباب ان شاء الله. يعطيك ان شاء الله ما يشوف شر. جاسم يعني تقريبا قربنا على فقراتنا معاك. جاسم جاسم هناك فضايح طلعت حاصل ترى لهالدرجه الشمس لهالدرجه اخوف يعني يعني شوف حمد منبر ورادنا انا والله تفاجات فيه عاد والرجال خبره مسافر ومترد الله يخليه ومترتب وياه الله يخليه تويتر سوشيال ميديا تقدر تقدر تطلع الاتصال مباشر بعد هاي سوالف على الدايركت سوالف ما تمشي في من على اعز صديق لك حمد العماري. حمد يعطيك العافيه وما يقصر ولا مواقف والله ودي يجيبونه للاستديو لي كلام معه ابو علي. حمد على قد ما هو صديقك على اكثر شخص تختلف معاه في حياتك. اي عادي لا مو بعادي لا لا شوف لا بقول لك شغله انت لو تحصل لك واحد يعطيك راي مخالف لك لكن تستفيد منه تقعد معاه تحاور معاه مش انه والله مثلا بس بالصراخ ترى احيانا ممكن اكون انا معاك في صفك لكن اسلوبك خليني عاندك. صحيح. عادي سولف عادي حتى لو بس اكثر من الحياه تصير بين الاصدقاء. اي عز الله صادق لا بس تقول بتهاوى الدوم. اي عز الله صحيح. بس ابو محسن يعني لا تخالف الراي اكثر واحد يوتر حمد قبل ما يطلع على الستيج انت. لا من قال لك؟ لدرجه ان تخليه حتى اللوعه تجي. لا لا هذه ترى فيه هو من نفسه مو مني انا. هاي ترى من نفسه مو مني انا مو من جاسم. حطها براسك. اي هو عاد حطها براسك ايش اسوي له عاد ابو علي بعد ما اقدر نقول له لا بس لا يبقى رايحه اروح اشوف يبغى ما يبغى شيء ولا ذي لازم بعد يبقى بيطلع على الستيج فلازم انه يكون شكلك تعطيه ما تقول انك بتجيب العيد واسمع عليه ارتاح. يعني تقريبا اكثر واحد يصفق قدامي صار انه وايد مستانس يعني التعزيز لازم بس وجودك جدا مهم لا خاصه لما تكون خلف الكواليس. انا اصلا اول مره تعرفت على حمد العماري ما كنت اعرفه يعني مو بانه والله مثلا في مجلس ولا في مدرسه ولا شيء لا على الستيج انا قاعد كان في كوفي وكان في ستيج بس صغير يعني حق 30 شخص 25 ولا هذا اللي داش بنظاره شمسيه وايام بلاك بيري فنفسيته خايسه وداش لابس نظاره وهاي هو كان بالانجليزي يعني ستاند اب كوميدي فيقول هاي اي ام حمد اي ام قطري اي هاف لاند كروزر اي هاف تو بلاك بيري وان بلاك بيري فور فاميلي وان بلاك بيري فور نو فاميلي وجاب قاعد يتكلم مره واحده الرجال قرب وصار عنده اكسنت فعقب تعرفت عليه هو عنده اكسنت من الايرش اي لان هو اصلا عاش في ايرلندا كان مع ابوه الله يعطيه الصحه والعافيه امين يا رب العالمين فكان يدرس هناك اعتقد او شغله بس تم بفتره معينه هو اصلا حتى قاعد في امريكا وقاعد هناك في ايرلندا فهاي اللي خلاه حتى يعرف لهجات يعرف يعني غيرت شوي حتى من شخصيته عقب جهنا علمناه اكثر شوي وصار يعني نص ايرلندي كثير عنده الاكسنت هذه ما تقدر هاي يبغى الدم هاي في كله بالانجليزي انا اتابعه اقول يا حمد نزل لك شيء بالعربي كله بالانجليزي كله لا بس انت بعد تحتاج واحد يعني يكون الحلقه توصل بينك انت كقطري وكالمقيمين الموجودين في قطر سواء او حتى بعد برا قطر يعني هو مع خليفه الهارون قاعدين يسوي لهم برامج على اليوتيوب كيو تبس ما كيو تبس فحلوه انها قاعده توصل حتى حق الناس اي واحد بروح قطر فلما تكتب قطر تطلع لك فيعلمونا مثلا في عاداتنا في تقاليدنا شلون تقدر مثلا في العزاء لا سمح الله في العيد نفس الاجواء شلون احنا شو نسوي شنو الغتره شنو العقال يعني يجيبوا يعني يعطون اجوبه حق وايد تساؤلات ما حد ممكن يوصلها له صحيح بس نجحوا ما شاء الله عليهم لا في نجاح أكيد. الله يعطيك العافيه جاسم طبعا مشاهدينا الكرام معلومه عن ناصر ابو نهار ما يقدر يكمل فيلم ساعتين ما يقدر يقعد اصلا في مكان ساعتين لازم يقوم يتحرك ولا يخلي الفيلم يطلع صار لنا ساعتين من مكان واحد ما يقدر لا تقول على المقلب يا لا لكن شوف احنا نرخص لك لكن بشغله واحده ابي قصيده يبا وعقبه مرخوص والله ابو هذا عرض مرخوص وشو بتهدى ولا يبغى خلاص ساعه ساعه ما يقدر يتعامل ساعه وخلاص زين ولا يزعل علينا ترى لما يجهز الحين بس هاي الفقره ولا في شيء ثاني لا بس هذه لا هاي بسيطه خلتني اعرق الله يهداك هو قال لك ذا الحلقه جابني من وجهي قال خلتني اعرق انا تضحك وضرب فكر يمين ويسار الله يهداك. لا الحين بعد ابو جاسم بعدين لنا سؤال يعني لا ما خلاص اسلم يا ناصر. هذه القصيده كانت يمسيه بقطر هنا وكان الوالد موجود الله يطول بعمره الله يجزاكم خير. هو ما يعرف اني انا كاتب له قصيده بس فقلت له ابيك تحضر كنت مخليها مفاجاه. فانتشرت في مقطع فيديو لان كان رده فعله يعني بالقصيده فانا اعتذر اني ماني حافظها بقراها قراءه. يقول يبا يا مصعب شعوري اذا في حضرتك ينقال لانك اكبر من الشعر باقوالك وبافعالك. يبا شفني كبرت وصرت بعيون الزمن رجال ولين الحين يا صغري اذا بوقف قبالك انا بخير وسلام وعافيه دامك معي بالحال وانا ما تسرني حالي اذا ما سرتك حالك. يبا تدري وش اتمنى انا اتمنى اكون ظلال تعيش بظلي البارد مثل ما عشت بظلالك. يا ابو قلب عظيم وضحكه تسابق على الافعال يا ابو فعل تعب منها الكثير وتعب امثالك. انا مركاك لا تعبت يديك ولا انكسر الكفال وعصاك اللي تعبت من المسير ولا حد شالك. قسم بالله ما خذلك ولو ان الحمول ثقال ما دام اني اشيل اسمك وانا واحد من عيالك. يبه شفت الشعر والامسيات وشهرتي والمال قسم بالله ما تسوى بعيني ميلة عقالك. الله يغركم ان شاء الله صح الله يسامحك والله يخليه يطول بعمره يا رب العالمين امين. ناصر الواحد وده ما شاء الله تبارك الرحمن انا ما ابي امدحك عشان ما يقولون صعب معك ولكن امانه يستاهل ناصر مجلسهم مجلس بس ودك تقعد فيه ما شاء الله تبارك الرحمن. ناصر ابوه وعمامه وجماعته كلهم ناس ادباء وراء ففعلا واحد يستمتع وما نستغرب اذا كان هالحس الطيب هذا منك. انا بس هذه كلمه حق والله عشان المدح الوجه مذمه لكني انا ما ابي امدح عشان ما يقولون صاف معك. بعد راسي اي والله عسى ربي يخليك شايف الدرجه الاولى بعد ناصر. انا ماني مكمل بالكوره عشان بس زين انك سداوي زين انك سداوي زين انك سداوي بس الله يعطيكم العافيه. الله يجزاك ناصر وجاسم شرفتونا وما قصرتوا ويضل الله يجزيكم على وجودكم معانا. ناصر مرخوص بعد راسي مرخوص شكرا لك وجاسم الله يعطيك العافيه ما قصرت بيض الله يجيكم شرفتونا شكرا لتلبيتكم دعوتنا عز الله. عارفين انكم مضغوطين على قولتكم العيال كبروا دوامات دوامات يعني عيدنا والساعه 9 برحنا الدوام لازم عسى ربي يوفقكم ان شاء الله الوطن محتاجكم اكيد الله يعطيكم العافيه عسى ربي يقويكم شكرا على تواجدكم يا غالي الله يعطيكم العافيه ما قصرت. اذا مشاهدينا الكرام نروح فاصل ونرجع لكم مع الصوت والعد الفنان عيسى الكبيسي. مرحبا ومسهلا بكم مشاهدينا والان ينضم لنا الفنان سعد بخيت ليكمل هذه الليله الجميله من ليالي العيد في الحلقه الاولى. طبعا مشاهدينا نذكركم بهذا السيف هو الجائزه الكبرى ان شاء الله تقدم لاحد الحضور معنا في المسرح مع ابو هلال وهذا مقدم من شركه النصل للسيوف وبعد تكون معنا جوائز طوال الاربع حلقات باذن الله بنعلن عنها يوم بيوم وجوائز قيمة وندعوكم للحضور لمسرح عبد العزيز ناصر الراحل المغفور له بإذن الله. نعم محمد، ونذكر مشاهدينا الكرام هذه الجائزة الكبرى، بالإضافة إلى عندنا جوائز عديدة تقدم بإذن الله تعالى من مؤسسات مختلفة إلى جمهورنا الكريم، راح تعرض بعد شوي إن شاء الله على الشاشة. عليكم أن أنتم تحضرون، الدعوة للجميع تشرفونا هنا في ضيافة قناة الريان. ما عليكم أن أنتم تجون، جيبوا عيالكم، خلي يستانسون ويشاركون، يربحون معنا ويتفرجون أيضا على برنامجنا، ونشوفكم ونشوف حضوركم الجميل. حضوركم دعم لنا ويسعدنا ويشرفنا هنا على مسرح الراحل عبد العزيز ناصر. والآن حمد، الآن مع صوت العذب أبو جاسم، سمعنا شيء. الله يسمعكم، عمل من أعمال الفنان ناصر صالح الله يذكره بالخير. السلام، هذا الفنان اللي افتقدنا صوت الأمانة. صحيح. وحبيت أن أستطرق بعض أجمل ما غنى الأمانة. الأغنية اسمها يا عذاب عيون، من كلمات الأمير سعود بن بندر، من ألحان أستاذي القدير مطر علي راعي المقالب. نحاول نسمعكم بعض الشيء يعني. يا عذاب عيون مختارك حبيب، كل يوم أشوف عشاقك تزيد، من يحبك يقبل الوضع الغريب، لا يا يا عذاب عيون مختارك حبيب، كل يوم أشوف عشاقك تزيد، من يحبك يقبل الوضع الغريب، لا يغار ويلزمه قلب حديد، ويا عذاب عيون مختارك حبيب، كل يوم أشوف عشاقك تزيد، من يحبك يقبل الوضع الغريب، لا يغار ويلزمه قلب حديد، من يحبك يقبل الوضع الغريب، لا يغار ويلزمه قلب حديد، يا عذاب عيون. عاشوا الحاضرين، عاش بوفيت نور. الله اللي حط بك سحر رهيب، يفتن قلوب البشر لو ما تريد، انت مثل الشمس نار للقريب، ترسل النور وتفانا للبعيد، الله اللي حط بك سحر رهيب، يفتن قلوب وحده عجيب مثل آية خالق الكل العبيد. ليتك لحالك بهالكون الرحيم من بني آدم وأنا الحي الوحيد. من يحاول يملكك وحده عجيب مثل آية خالق الكل العبيد. ليتك لحالك بهالكون الرحيم من بني آدم وأنا الحي الوحيد. من يحاول يملكك وحده عجيب مثل آية خالق الكل العبيد. يا عذاب عيون. عشت عشت يعطيكم العافية. صح روحك يا عيسى. يعطيك العافية. يا مرحبا ومرحبا. يا مرحبا. بعد ما بأغنية عابرين. يا سلام والله الحمد لله بخير. عيدك مبارك وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. يا مرحبا بك. اشتقنا لك اشتقنا حق المسرح. الله يطول لي عمرك. استطرب صح؟ يا سلام شوفها سلطن من شوي. يا صفق مخيط. بعد ما ربي شلون الحين الجلسة هنا ولا عند ابراهيم؟ لا لا خلنا هني. يا مرحبا بكم يا سلام فيك. كل عام وانتم بخير ونورتنا وشرفتنا وجودك هنا وتلبيتك دعوتنا امانه شرف لنا وسعاده. الله يطول لي. يا مرحبا بكم وسهلا. شلون العيد عند ابو فهد؟ والله العيد الحمد لله يعني العيد فرحه حق الكل صراحه صغير وكبير. سلام. والحمد لله يعني طبعا تقول روحي عايد وهذا والحين عندكم بعد نعايد بكم. الله يكرمك السعاده. الله يبارك فيك. دام ان فرحه وعيد الحمد لله لازم نجيب بهلال لان الجمهور ينتظرونه. ايش رايك؟ بهلال وينه هو بهلال؟ يلا يا ابو هلال وينك يا ابو هلال؟ ينتظرونك الجمهور وينك؟ ابو هلال وينك يا ابو هلال؟ موجود موجود موجود. يا مرحبا. هلا وغلا يا مرحبا. الله يحييك. يا مرحبا. هلا هلا بالغالين. يا مرحبا ومسهلا بالحضور واحيي زملائكم والضيوف المتواجدين فرقه اذاعه صوت الريان. واليوم انتم على فكره الجوائز معاي. يا سلام يعني طول اقعد ولا ما اقعد انا؟ لا لا اقعد معانا شوي بعدين. يا مرحبا يا مرحبا جابوك. نعم 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 حياهم. كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده. وايضا نرحب بالجمهور المتواجد معانا وان شاء الله بنقضي معاكم ليله مميزه باذن الواحد الاحد. امين يا رب العالمين. يا مرحبا. زين ينتظرونك؟ يلا ينتظرون. من اللي ينتظرني؟ حاضرين ابشروا بالخير. الحين الجوائز. يلا نقول السؤال ولا لا؟ نبدا معاهم عندك. جمهور تبون السالم بن خليفة الجمهور ولا لا؟ ايش رايكم؟ ما اسمعكم. ايش رايكم يا الربع؟ جاهزين؟ اذا ما في صوت ما في تفاعل ما في بهلال. ايوه ايوه تفاعل. يلا اروح لهم؟ روح توكل على الرحمن. تعال زين بس انا بروح مكانك. لا لا والله حياتك انت تقعد طال عمرك. زين اكونومي ولا؟ اكونومي اقول فلست احسن. يلا يعطيكم العافيه. احنا ننزل للجمهور ونقول مع من 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 هلا وغلا. انت وراي وراي. يلا روح. ايوه ما في غيرك. مرحبا ومسك قاعد مرتاح. يا هلا وغلا. خلني اقعد جنبك. ايش حالك؟ عساك طيب. الله يسلمك ويعافيك. صوتك ترى واصل اخر الشارع. اروح اجيبه واجي. يا مرحبا وكل عام وانت بخير ونقول لك العيد عليك مبروك. كل عام وانت بخير وان شاء الله عساكم من عواده جميعا ان شاء الله. كيف الاجواء وكيف ليله العيد بليالي العيد؟ والله الامور طيبه الحمد لله وكل شيء تمام. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. يلا عشان ما تشوف شغل جوجل ما عندي انا. ها؟ ايه طيب. السؤال يقول كم عدد الثواني في اليوم؟ كم عدد الثواني في اليوم؟ يلا كم عدد الثواني في اليوم؟ ايوه تحريتك سنين طويلة أعداد دقايق والثواني. صفقة صفقة شجعوه خليه يفكر. ما في خيارات؟ ما في. احنا تركيب ستاير بس يعني. يلا يلا, يلا تفضل. والله صعب. شلون صعبة؟ ما معك ساعة؟ أنت شلون تقضي يومك؟ ما تعد الثواني والدقائق؟ يلا آخر محاولة آخر محاولة نعطيه آخر محاولة. والله أعطنا خيارات. ما ينفع. ما في خيارات احنا وين؟ اثنين ثلاثة. ها يلا. ها إيش رأيك أنت؟ أنت دخلت جوجل. أنا دخلت جوجل. شابك على الواي فاي أنت. شبكتك الظاهر أوكي. يا ها أكيد؟ بس احكي لي على المايك لو سمحت، امسك المايك واحكي على المشاهد. سمعني 86400 ثانية. ما علينا يا حبيبي، ما علينا، انت صح، شجعوه يستاهل الصفقة، انت صح، انت صح. وين الجائزة؟ حبيبي تستاهل مركز بلانت الطبي 10 شخصين، طبعا الثالث ياخذها تكويه، فندق الوكرة، زهرة الوان الخليج، مركز تداوي. شجعوه، حيوه، تستاهل. حبيبي انت ما فكرت، عد الدقائق ثاني مرة والثواني، ايوه، وركب ساعة حائط. زين، نشوف متسابق اخر بعد، تفضل يلا نروح وراي، هيا تعال. ايوه قاعد مرتاح، امورك طيبه، شحالك، عساك طيب؟ والله طيب، كل عام وانت بخير، صحه وسلام حبيبي، مشرفيننا كلكم، وان شاء الله تقضون معانا وفالكم فوز. يلا انا اقعد جنبك انا، يلا مضيف لو سمحت، واحد كرك. زين، السؤال يقول له 4 أرجل وما يمشي، وش هو؟ 4 أرجل ما يمشي، له 4 أرجل وما يمشي، وش هو؟ بسك تيجي حارتنا. طاولة. طاولة، قربت قربت، طاولة، كرسي. شكلك بتتعشى بعد شوي بمطعم حاجز طاولة. ها قول. طاولة نفس بعض 4. كرسي؟ والله في مشاهد هناك يقول ايه؟ انت صح، عطي جائزة، انت صح، حيوه. إقامة شخصين، روح وياه انت للفندق. إقامة شخصين، فندق سوق واقف، إقامة شخصين، فندق سوق واقف. يلا تستاهل، تستاهل، عليك بالمبارك. وين نروح بعد؟ يلا هيا بنا. مرحبا، يعطيك العافية، كل عام وانت بخير، شرفتينا بالحضور. الله يخليك. كيف برنامجنا ليالي العيد؟ كيف شفتي الحلقة وضيوفنا الكرام؟ ما شاء الله، يعني استمتعنا بالبرنامج وما شفتي شيء. فرقة إذاعة صوت الريان، والحين أخوي عيسى الكبيسي أوفا مولع. حبيبي كيفك يا بطل؟ أنت الله يهداك إذا سافرتي لا تاخذين أولادك. زين، أقول لك كل عام وأنت بخير. شاطر حبيبي، وأنت بصحة وسلامة. زين، السؤال يقول صورة من صور القرآن تحتوي جميع آياتها على لفظ الجلالة، ما هي؟ صورة من صور القرآن تحتوي جميع آياتها على لفظ الجلالة، ما هي؟ الإخلاص؟ لا. بس خلوه، أعطوها مجال. الفاتحة؟ لا. ولا الإخلاص؟ لا. ولا الإخلاص. الإخلاص. يلا الوقت. الإخلاص. يلا، احنا جمهورنا الكريم متشرفين فيكم، بس نحاول ناخذ أكثر عدد ممكن من المشاركين. تفضل. الإخلاص. تفضل، وين أوصل لك أنت قاعد بالدفنة؟ الرحمن. لا. يلا يلا يا شاطر. ها، حافظ القرآن أنت ولا شنو؟ الإخلاص. لا. يلا نروح، نعتذر منك السموحة. وين نروح؟ وين نروح؟ وين نروح؟ وين نروح؟ يلا. نعم؟ المجادلة. ايش رايكم مشاهدينا الكرام؟ جمهورنا، ها نسمع له صفقة، أعلى تحية، عطني الجائزة حبيبي. زهرة الخليج، 10 شخصين، بفندق سوق الوكرة، مركز تداوي، مركز بلان طبي، تقدر تسوي أشعة بعد هناك مرة واحدة، وأكوا بارك، تعرف تسبح؟ اسبح، حيوه، يستاهل. تفضل الجائزة، تفضل. يلا ها، تبونا بعد ناخذ بعد ولا نرجع؟ والله ودي ابو محسن، يلا نرجع لحبايبي زملائي. يلا خلنا نرجع عندكم بالاستديو. لا لا لا، عندنا لغز، محسن عنده لغز لك. لغز عندي؟ عند لغز للجمهور، واللي يحله من الجمهور الجائزة من صوبك، من عندك الجائزة. يلا تفضل. طيب. ابو محسن، الجائزة الكبرى مشاهدينا الكرام، الجائزة الكبرى، السيف اللي يحل لغز ابو محسن. تفضل ابو محسن، اسلم. وش اللغز؟ أنا بسألك عن شيء يفاجئنا إلى من فر، خلقها الله، حفظهم منطقة حذرة ومحظورة، خلقهم منطقة لا ينتقل منها ولا يفتر، مهم ما يراه إلا حكيم كله في زوره. يا جماعة أعيدها لكم، أعيدها، ركزوا في الأبيات، ركزوا في الأبيات. سهل سهل اللغز، سهل والله، شكله سهل. أنا بسألك عن شيء يفاجئنا إلى من فر، خلقها الله، حفظهم منطقة حذرة ومحظورة، حفظهم منطقة لا ينتقل منها ولا يفتر، مهم ما يراه إلا حكيم الكل في زوره. شيخ قايس لحد يقول يفوز يقول عشان لبيه. ها نشوف شاعرنا. ما قصرت بيض الله وجهك ابو محسن. شوف الولد الصغير، الولد الصغير ترى شاعر يا ابو هلال. يلا مرحبا ومسهلا. شوف يلا تفضل. القلب. السلام. صحيح القلب. صحيح. انت صح ايوه يستاهل. يا سلام بيض الله وجهك يا ابو محسن. الجائزه الكبرى. الجائزه الكبرى يستاهل. تعال اللي جاب لنا السيف راح ياخذه. حياك. اللي جاب لنا السيف هو اللي راح ياخذه. ما شاء الله. يا سلام عليك. حيوه يستاهل تحيه. حيوه يا جماعه. حيوه يعز الله. من اول ما ابو محسن قال السيف ابو هلال تعال سلم جائزتك. يلا تفضل. مشاهدينا الكرام من يوم ما ابو محسن قال القصيده او قال اللغز وهو على طول رافع ايده. سلام عليك. يا سلام عليك. يستاهل ابو هلال جائزتنا الكبرى السيف. يا سلام يا سلام يا سلام. يلا تعود من الله يرفع قدرك. الله يخليك يا رب. الله تبارك الله. هذا السيف اللي جبته لنا. ها طبعا هو ما قصر، جاب لنا السيف والسيف من نصيبه. هو يستاهل. يستاهل. سلام. حيوه يستاهل. حيوه السيف طبعا من النصل وسيف ممتاز وسيف اللهم لك الحمد. يستاهل هذا السيف. هذا عندنا احنا اهل قطر واهل الخليج وعندكم ايضا. هذا رمز وفخر لنا. هذا عز الرجال. هذا اللي كانوا ياخذون فيه الغزوات قبل. فهذا وانت شاعر ما يحتاج. مبروك عليك السيف وتستاهله. الف مبروك عليك. حتى بالمجلس. الف مبروك. حتى بالمجلس. الف مبروك. الف مبروك. تستاهل. تستاهل. جائزتنا الكبرى جت من نصيبه هو اللي جايبه. تستاهل. ايوه يلا يعطيك العافيه. انا وين اروح الحين؟ تعال عندي زين استريح الحين. ابو بخيت هلا نبي ايش رايك في ربشنا ابو هلال؟ أنا بس أعتذر منكم، بس ننوه لجمهورنا الكريم والحضور والمشاهدين. إحنا دائما متواجدين من الساعة 9 للساعة 11 على الهواء مباشرة. شفتوا فقراتنا الممتعة، ضيوفنا اللي تشرفنا اليوم فيهم، وما شاء الله تغطياتنا موجودة في أنحاء قطر الحبيبة. أيضا فرقة إذاعة صوت الريان منورين كله ما شاء الله. قصة واحدة. يعطيكم العافية. وأنا عندي أبو بخيت. شو نسوي فيه؟ ابو هلال الحين اسوي جوائز. انا وزع جوائز يا ابو فياض. زين يعطي العافيه ما يقصر. الله يطول عمرك يا ابو بخيت. ابو هلال صراحه هو الكل في الكل الصراحه. الله يطول عمرك. جمعتنا ابو هلال. جمعتنا الله يخليك ابو بخيت. ويا ما اشتغلنا لك ذكريات من اول ذكريات المسرح والفن مع ابو هلال. مع ابو هلال في رن الجرس. جايب العيد. جايب العيد. تكفى يا ابو بخيت. لا بيني وبينك بالواتساب. والله مين اللي كان يرقد وراء الكراسي؟ ابو هلال. انا لا هذا هذه انا. لا بس هذا على ايام تلفزيون قطر. مسلسلاتنا وهذا لا والله فيها تعب. نتعب وهذا وساعات يعني ما يمديك تروح البيت وتعود. يعني يمكن مشهدك بعد ساعه. صحيح. ساعه ونص يعني. وانت وين تدق وتعود؟ اقرب مكان بس والله. اقرب مزبل. لا تحط راسك بس نص ساعه ساعه تريح. لكن ايام حلوه طبعا. يا سلام. اي يا سلام. شلون ابو هلال معاكم اول في المسرح؟ ابو هلال انا ما اشتغلت يا مسرح. ابو هلال بس رن الجرس. ابو هلال يدوخهم. صاحب الكنترول مع ابو هلال. ابو هلال اقول لك ما نخلص الا كل يوم مجتمعين فينا. ابو هلال يا ابو هلال يا ابو هلال. تحول. اي والله العالم تروح قرفه واحنا لا. معسكرين هني كنا. يا سلام. انا بس ايام حلوه. ولا اقطع كلام اخوي ابو بخيت. يجعل عمرك طويل انت والموجودين والمشاهدين والحضور. ابو بخيت من الناس الممتعين واللي تشرفت اني اتعلم منه مدرسه. لا والله مش مجامله. الجميع ولا نقص حق الفنانين اللي عملت فيهم. الكل يتعلم من الثاني. او عملت معاهم كنا على الهواء وقضينا ايام ممتعه برن الجرس على المسرح هذا. اللي المرحوم عسى روحه يغمدها الله سبحانه وتعالى. مع طاقم اسمه يعني رن الجرس كان ممتع وعلى الهواء. فممتع ابو بخيت. وتو احنا خالصين من سكتشات بعد. بس وايد ملاعوزك. ها حبيبي يجعل عمرك طويل يا ابو بخيت. الشغل معاه متعاون. عيسى اشوف يلا حاضرين؟ يلا ان شاء الله راقدين يبغى يجيبون نبي من عيسى نسمع ولا لا؟ ختامها مسك على قولتهم. نبي من عيسى لكن قبل نطلع معك عيسى الاغنياء نبي من شاعرنا لو بيتين غزليات. بدرا الاقرب الى قلبك. بدرا سعدت بطلته مطلع العام من دون نوره حال ضوح المجره عن مسمعي غاب وتنحى له ايام وعن خاطري غابت معاه المسره بيت الحمام اللي على حيهم حام. الله. ينقل خبر باللي جرى في ممره يرتاح فكرا لا على الهم ما نام الا مقاطيف تسوق المضره كم بينها والنوم لوعات وخصام موجات من الافكار كره وفره وكل ما هاقيت الحظ من مثبره قام على الشقالي سلك الاوهام جره للخلف واركان التباشير قدام ظني خطا عاد الشقي في مقره عزاه من حظ فوايدها الاوهام جرع خشيره حره فوق حره وراضينه ما قدر الله الاحكام هو الذي نرضى بخيره وشره ويا غايب عن مسمعي عده ايام عن خاطري غابت معاك المسره. الله سلامة الله صح يا سلام يا سلام. بالفعل مشاهدينا الكرام نشكر الشاعر المبدع حسن محسن نعيمي بيض الله وجهك وما قصرت على هذه الجية وشرف لنا صراحة وجودك معانا في هذه الليلة من ليالي العيد بيض الله وجهك. حمد بن محسن نعيمي وجودك هنا يثرينا صراحة. ترى أنا اشتغلت مع سعد بخيت بعد ما شاء الله تبارك الرحمن في مسلسل مأساة ريم. نعم أول مسلسل في أمثله في الثمانينات تقريبا الثمانينات في الله يسلمك مأساة ريم مسلسل بدوي. السلام. كان ابو محسن هو مع انا مشرف اللهجه اللهجات نعم نعم كان ملعوزنا ملعوزنا احنا ولا كلمه قال لا غير ما في غير حبلي وبدوي يشرب جعل عمرك طويل يا ابو محسن احنا حضر وقال كلمه تغلطت قال لك لا يبا رجع ارجع حترجع قلها بالضبط. يا سلام يا سلام عسى الله لا يفرقكم الجمعه الطيبه هذه اللي امانه احنا تشرفنا بتواجدكم معانا ولكن عيسى تخلي ابو هلال يغني معاك؟ لا انا ارجوك انا بستضيفك بس يغني ابو هلال يا اخي انت ما اعطيتنا لا هديه ولا اعطيتني شيء. ابو هلال ما اعطاك هديه. المايسترو المايسترو ايوه يلا صفقه صفقه تشجيع حضور عاشوا عاشوا جواب الحلو. ظلم شلوا حبيبي وحرماني يا ظنوا اني اذا قد غابت نسى لو عطاني الذهب فيه أنا الذهب ما بيه كل ما تبغوني زاد عشقي فيه المحبة ولا شي بالمحبة لوم لا ذكرته حبيبي يجيني نوم والمسابيب يبغوني قنع ونسيه ونسيه كل ما عشتوا يعطيكم العافية.